الشكل. فهو هذا المماس هذا صحيح. دونك الموقع نتاع المنحنى فهو تحت المستقيم صحيح. انت اللي عطيتنا التناقصيه التزايديه في واحد الجهه فاش غديروا البارك، لان من هذه الجهه من هنا ماشي يمكن يقتربوا، من هذه الجهه ماشي يمكن يبتعدوا. اوكي يلا واحد يديرها في الطابلو ما فيها والو عادي. نوض الغد حال بحال. اولا نضع دونك نعتبر الفرق بلس ان حيث تالي بالداله اف هو ماذا؟ دونك لدينا الدا اف يساوي ضرب بلس ان فيني ندرسوا الرتبه تاع الداله اف قابله للاشتقاق على ضرب بلس ان فيني. من هنا يكون اكس تساوي زيرو بلس لانفيني اف بريم دو اكس تساوي واحد على اكس ناقص واحد تساوي نوحدو المقام واحد ناقص اكس على اكس نجدو التغيرات. طبعا ماشي ضروري نحسبو النهايات كيكون مطلوب اسئله بحال هادي حتى نشوفو اذا كان ضروري. غير معرفة بلس لانفيني دونك المشتقة تنعدم في النقطة واحد. هل صحيح الإشارة فهو العكس دونك إذا كانت الإكس كبيرة واحد ناقص إكس تكون سالبة، وعلى المقام فهو موجب يعني ما غاديش يأثر في الإشارة. الصورة نتاع واحد زيرو قلنا مو لانفيني على حسب الجدول وسيا كتمثل الصفر بالنسبة للدالة اف يعني قيمة قصوية مهما يكون اكس اكبر اكثر من زيرو اف دو اكس او واش ما كاينش التساوي كاين التساوي او يساوي. مهما يكون اكس اكبر اكثر من زيرو دونك الى عوضنا اف دو اكس بالصيغة نتاعها نحسبوا على الان لاكس اصغر او يساوي. دونك هندسيا قلنا منحنى الدالة الان يوجد تحت المماس للمنحنى في النقطة ذات الافصول واحد. متفاوتة الزوجة واش غنديرو؟ نديرو غير تغيير متغير، ممكن نديرو نفس الشيء، نديرو تغيير متغير. يلا واحد يديرها في الطابلو. ناقص واحد، الآن لواحد زائد إكس أصغر من أو يساوي إكس. يعني ليكون إكس أكبر قطعة من ناقص واحد. إكس صغيرة. النظر دونك واش هو التغيير؟ كرون اكس تساوي 1 زائد اكس. لدينا حسب السؤال الاول الان لاكس وي اصغر من اكبر قطعه من ناقص واحد يعني اكس كبيره فهي اكبر قطعه من زيرو. لدينا اكس اكبر قطعه من صفر غير قدامها هنا باش تبقى اكس اكبر قطعه من زيرو. إذا قدام ثالثا واش بديه هي بالدوال؟ دونك حاولوا تستعملوا الطاف. واو نشوفوا على اي داله ديك الساعه اللي في الوسكا غادي نكتبوها لوغ لي واحد زائد واحد على اكس
انا نفرقوها تولي على شكل ماذا؟ الان لي واحد زائد اكس على اكس اللي هي الان لي وحدوا المقام وشوفوا واش عطاتكم يكون اكس اكبر قطعه من زيرو ناخذ الاكس فيكس بلا ما نسميوها اف نسميوها الان فقط دونك الداله الان قلنا باش نطبقوا الطاقه فهي متصله قابل للاشتقاق فهي قابل للاشتقاق هذا يكفي الداله الان متصله على ماذا على القطعة اكس اكس بلس ثم الشرط الثاني الداله الان قابل للاشتقاق على المجال المفتوح اكس اكس بلس اذا حسب ماذا عبارة عن التزايدات المنتهية تعرف يوجد سي ينتمي لماذا اكس اكس بلس ان دونك هنا الاكس راه اصغر قطعة من اكس بلس بحيث بلا ما تسمي الاف فهي الان بريم للسي سي بين قوسين تساوي الان لاكس بلس ان مو الان لاكس الفرق بين اكس بلس ان والاكس فهو واحد دونك مقسوم على واحد ان اي واحد على السي يساوي الان دي اكس بلس ان ناقص الان دي اكس واش تاعي هي دونك هي ديك الصيغه اللي بغينا صافي الان دي اكس بلس ان على اكس اللي هي واحد زائد واحد على اكس لدينا السي محصور كتب قدامها لدينا السي محصورة بين إكس والإكس بدورها فهي أكبر قطعة من زيرو غير قدامها تما غير هنا باش يمكن لنا نفوتو للمقلوب إذا واحد على السي غادي تكون محصورة بين واحد على إكس واحد على إكس بلس أن ومن دونك هذه هنا قلنا اكس على اكس واحد زائد واحد على اكس كتبها هنا واحد زائد واحد على اكس سي الان لواحد زائد واحد على اكس هي الصيغه اللي عندنا طيرنا تما ومن فهو محصور بين واحد على اكس بلس ان واحد على اكس صح صافي لا دونك لا بغينا في الاستنتاج لان هنا قلنا ليكن اكس راه في اكس حتى لهنا دونك الاستنتاج وبالتالي مهما يكون اكس لا خلاص ما عليه صافي وي